قوارب الكوسه بالدجاج والمشروم. عندنا 12 حبه كوسه حجم وسط، زيت عشان نقلي الكوسه، والحشو عباره عن صدر دجاج واحد فقط لا غير. هنعمله مكعبات صغيره، بصله مفرومه، 3 فصوص ثوم مفرومه، ربع كوبايه ريحان مفروم، ملح وفلفل، رشه من جوزه الطيب، كوب مشروم مقطع صغير، 2 معلقه كبيره زبده، 2 معلقه كبيره زيت، عايزين بشاميل وعايزين جبنه شيدر وموتزاريلا. طيب انا عشان اكسب الوقت حطيت الفراخ على النار لغايه ما اتحمرت، ودلوقتي هضيف لها البصل ونقلب تقليبتين كده، ونحط الثوم. بس البصله كده احسها ابتدت تصفر شويه، على ما تصفر البصله تعالوا نروح مع بعض نعمل القوارب بتاعه الكوسه. اسهل طريقه لقوارب الكوسه، هناخد الكوسه زي ما هي كده وهنشيل الجزء اللي تحت، وهنشيل من الجزء اللي فوق برضو، وهنقطعها من فوق كده، مش من النص. بصوا ازاي، بس هنا تعالى شوف، بصوا من هنا شايفين، يعني كده، يعني زي عملت بس كده، زي ما بصوا الكوسه تقريبا بحالها، يعني شايفين اهي. بعدين هاخد السكينه، خلينا كده مع بعض، وهنعمل زي حز داير ما يدور الكوسه بهذا الشكل. بعد ما عملناه كده هنعمل ايه؟ بنعمل مثلا 3 خطوط او 2 او 3 اللي يعني بتهيألي كده اريح. وبعدين هنجيب السكينة، احنا رحنا فين؟ انا اهو، هنجيب السكينة وهنعمل كده، هتطلع القطعة دي معانا شايفين اهي كده كده. تمام، خلصت انا؟ ما خلصتش. عندنا بقى دلوقتي حاجة من الاتنين، يا بنجيب معلقه صغيره يا بنجيب المعالق المعياريه، وانا بفضل، خليني اضيف المشروم بقى دلوقتي هنا، نضيف المشروم كده تقليبتين، ويلا نرجع للكوسه تاني. يلا بصوا صدر فرخه واحده، شايفين عمل لي قد ايه كميه ما شاء الله. يلا بصوا بقى، يا بنجيب معلقه صغيره وبنكمل، يا بنجيب المعالق المعياريه. ليه انا بحب المعالق المعياريه؟ بحب المعالق المعياريه لانها يعني فيها مقاسات، فهتخليني اختار المقاس اللي مناسب لحجم الكوسه. موجود موجود، مش موجود بنستعمل معالق عاديه. يلا بصوا بقى، تعالوا انا هاخد مثلا المقاس ده تمام، وهنبتدي، لا ده لا، هاخد الاصغر، وهبتدي افرغ. بصوا هبتدي افرغ، شايفين اهي اهي اهو، بفرغ كده شايفين، شوفوا الجمال اهي، فرغناها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهي. اوكي، قطعت حته من هنا، معلش اعملوا نفسكم مش شايفين اهي. تمام، بعد ما فرغناها كده هنعمل ايه؟ هروح قلباها، وبس عامله كده زي حز صغير شايلاه بس كده. دي ليه؟ عشان لما اجي احطها تثبت. بصوا اهي ثابته، لو جبنا واحده تانية وحطيناها كده بصوا ازاي بتقعد تلعب. بصوا دي لا خلاص كده تثبت، بصوا خلاص. بعد ما عملنا كده بقى عندكم حاجه من الاتنين، يا اما بتقلوهم يا اما بتدهنوهم زيت وبتشوهم. احنا كده جهزنا خلاص اهو، هطفي انا دلوقتي النار، الفراخ بتاعتنا جهزت اهي، كل ده بصدر فرخه واحد، شويه ملح، شويه فلفل، رشه من جوزه الطيب، وده اختياري. هقطع الريحان دلوقتي واحطه، وكده الفراخ بتاعتنا جهزت. ادي الريحان اهو، اهي ناخد الريحان ونحطه هنا، وكده احنا
جاهزين. هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا هنجيب البايركس بتاعنا، هنحط فيه تنتوفه صغيره من البشاميل، فرشه كده تحت. يلا بصوا يا حبايبي عملنا ايه، حطينا كده هنا شويه من البشاميل في القاع، وهناخد دلوقتي الكوسه بتاعتنا، وعايزه اوريكم هنعمل فيها ايه. هناخد كده واحده، تعالوا ناخد دي، هناخد معلقه واحطها احشي بيها الكوسه بتاعتنا. الكوسه بتاعتنا انا قليتها، اوكي اهي، هحشيها بالشكل ده كده. بس عايزه عارفين اعمل ايه، اشيل بس الحته دي لانها الظاهر نسينا نشيلها اهي. شوفوا هناخد الكوسه نحطها كده هنا، بعدين هاخد البشاميل اللي عندنا، انا بس هعمل واحده عشان ابقى جاهزه لو ايه طلعنا فاصل تبقوا انتوا شفتوا انا عملت ايه. هناخد الجبنه اللي عندنا ونخلطهم مع بعض اهو، خليني اخلطها ببوله اكبر. خلاص بعد ما حطينا البشاميل فوق الكوسه بتاعتنا هحط لها الجبنه كده، وخلاص هكمل انا كل البايركس بتاعنا بالطريقه دي، وهحطه في الفرن بس لغايه ما الوش كده يحمر ويبقى لذيذ. وبوعدكم هتاكلوا وصفه هتشكروني عليها بجد، طعمها مشهي.